معانا الأستاذة رانيا من المنوفية، تتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مشيخ، أنا عندي مشكلة كبيرة والله، وكنت عايزة أستفيد من حضرتك يعني فيها. يعني تفضلي. أنا دلوقتي متجوزة بقالي 11 سنة ومعايا 3 عيال، واكتشفت إن جوزي متجوز عليا بقاله سنة ومخلف. وبصراحة أنا صدمت، يعني هو متجوز من سنة ومعرفة أهله وإخواته وأنا مش عارفة أي حاجة. طيب. وما وصلنيش إعلان إن هو متجوز من المأذون اللي هو مجوزه. ودلوقتي طلبت الطلاق، لأن هيجبرني إن هي هتيجي هنا البيت، وهيجبرني إن دي ومخلف منها بقى، وهيجبرني على كل حاجة. وهو قاعد معاها دلوقتي، سايبنا طبعا أنا وعيالي. طب أنت قرار إن أنت تطلقي ده قرار خدتيه على أي أساس؟ خدته على انه يعني انا كنت متحملة. انا اظن ان انت خدتيه على بناء على مشاعرك بس. لا لا، انا يعني حاولت اعملها من كل، يعني حسبتها من كل النواحي. قولي لي حسبتيها ازاي؟ بس أنا بسرعه. جوزي دلوقتي انا عندي 3 عيال، هو بيجي استحملت معاه على كل حاجه من بقالنا 11 سنه، بيجي يرمي لنا ال1000 جنيه كل شهر ويتكل على الله، بقول في شغله ربنا يعدلها، نستحمل الظروف هتتحسن. بيشتغل ايه هو؟ بيشتغل. هو كان مفهمني ان هو شغال في شركه في مصر، وهو طلع عنده مصنع وطلع عنده حاجات انا ما اعرفش، مش عارف اي حاجه عنه. طيب، يبقى اول حاجه ان البقاء في الجواز يبقى مشروط بحل المشكلات، مش اسمعيني بس. طلع كل حاجه ما بيننا طلعت كذب، يعني طلع كل حاجه مفهمها لي ان هي كذب. طلع ان هو قعده في شغله دون، ان هو طلع ان هو بيقعد عندها يومين ويجي هنا يوم، يبص على عياله ووالدته. طلع كل حاجة كدب، حتى شغله طلع ان هو بيكذب عليا في شغله، طلع كل حاجة. حتى دلوقتي ما باجي اساله على اي حاجة طلع كل حاجة كدب. ودلوقتي زاد بقى في موضوع التبجح، ان هو بيقول لي انا مش هطلقك وهستنك زي البيت الوقف كده. ما عشان كده يا بنتي انا بقول لك اهو، انا بقول لك يعني خلينا ندرس المسألة قبل ما نروح للطلاق. ده مش معنى كده ان انا بحب ان الناس تتألم او تتوجع، بالعكس. لان اقول لك بس واحدة واحدة، ان بعد الطلاق ما بيبقاش احسن في كل وقت. صحيح في بعض الاحيان بيبقى الطلاق حل، بس مين قال ان هو حل في حالتك؟ احنا لازم مش هديكي حاجه ومالكيش حاجه عندي وهسيبك كده، وعايزه تاخد العيال خديهم، عايزه تسيب العيال خديهم. طب اسالك سؤال، هل انت حد حاول يصلح بينكم؟ هل هناك حد حاول يدير العلاقه بينكم؟ لان في الحقيقه خالص انت عندك اولاد. والدتي قالت لي، يعني معظم الناس قالوا لي استحملي وعيشي واعتبري ان انت بتربي العيال. انا مش بقول لك استحملي، انا بقول لك ادرسي. بل الانسان على نفسه بصيره، لازم يبقى عندك بصيره. اسمعي يا بنتي، انا لما درستها لقيته هو سايبني انا وعيالي. انت درستيها، انت درستيها يا بنتي، انت درستيها لوحدك، ومش بالضروره تكوني انت لديك المهارات والخبرات اللي تخليكي توصلي الى ان ده هيبقى افضل لك. بالمناسبه، عشان ما تبقيش انت زعلانه، عشان في كتير من الناس بتقولوا انت مع الناس اللي بتقول للناس استحملوا وتوجعوا. لا، انا بقول يا ناس لازم نتكلم على ان احنا عندنا ضررين دلوقتي، ضرر ان هي تتطلق، وضرر ان هي تفضل في جواز بتتوجع منه. فلازم ندرس المساله. المساله مش بس ان انت تقول لحد حاجه عشان تخليه حاسس ان انت حافظت له على كرامته. ما ممكن على فكره القرار اللي بعد كده يهين كرامته أكتر. فعشان كده لازم ندرس المسألة، ندرس المسألة بشكل محترم. لأن كتير من الناس اللي يقولك بدل هو خنة، بدل هو خدعها، بدل هو كذب عليها، يبقى تتطلق. فتروح هي بعيالها وهي ما عندهاش مصدر رزق. أنا مش بقول إن هي تفضل عشان لقمتها، ما حصلش كده خالص. أنا بقول يا جماعة، القرارات عندما ندرس مسألة تتعلق بأزمة أو بمشكلة، نحن في الحقيقة نختار ما بين ضررين وبين اختيارين احلاهما مر. فلازم نقعد وندرس المساله دي، لان احنا امرنا ان نرتكب اخف الضررين، مش امرنا ان كل واحد فينا يمشي بمشاعره، حتى لو ادى ما شانه ورا مشاعره ده ان هو يتوجع اكتر ويتالم اكتر ويدمر حياته وحياه اولاده. واحده واحده محتاجين نتريث. اتفضلي حضرتك الى مركز الارشاد الزواجي انت وزوج حضرتك، ونتكلم بالتفصيل بدراسه، نشوف فيها نقاط القوه في انك انت تفضلي متزوجه، ونقاط الضعف، ونشوف الفرص والتهديدات اللي هتحصل في الحاله دي، وساعتها نتكلم عن